بحضور السيد المحافظ المحترم الأستاذ نجم الجبوري وبدعم من الأستاذ عبد الستار الحبو، تم إقامة مأدبة عشاء على حدائق مطعم قصر السلطان في محافظة الموصل. شملت المأدبة الدور اللوائية الثلاثة، دار رعاية الأيتام البنات والأولاد ودار رعاية كبار السن. تشرفت إدارة قسم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة نينوى متمثلة بداري البراعم والزهور للأيتام ودار رعاية كبار السن بتلبية دعوة كريمة من قبل الأستاذ نجم عبد الله الجبوري محافظ نينوى والأستاذ عبد الستار الحبو مدير بلدية الموصل في محافظة نينوى، حيث حضرنا هذا اليوم مأدبة عشاء موجهة إلى المستفيدين في الدور المذكورة في مطعم قصر السلطان، ونحن بدورنا نثمن هذه الجهود المبذولة من قبل السيد محافظ نينوى وكذلك السيد عبد الستار الحبو تجاه هذه الشريحة المهمة في محافظة نينوى.